نرجع لوطن ام تي في مشاهدينا حتى نخبركم شو عم بيصير بالدراما التركيه العشق الاسود. كثار منكم عم بتابعوها معنا وبيعرفوا الاحداث، ولكن اللي ما تابعوا معنا الحلقه الماضيه روحت عليكم احداث كثيره، ابرزهم انه عمر القى القبض على ماتين، وهون طاهر بيعرف هو بغرفه العمليات انه جرى هالحدث ومن قبل مين؟ من قبل حسين. بهالوقت عمر بيستفيد من الظرف حتى يحقق مع ماتين، وماتين همه الوحيد انه يطمن عن والدته. كيف رح تتطور الاحداث بنكتشف سوا الليله، ولكن هلا خلينا نسترجع سوا هالمشهد من العشق الاسود. يمكن ما نتركه فورا، بس الوضع رح يكون كثير صعب، ما رح يضل غير الشكوى. إيلين اشتكت، بس انت اللي لهلا ما اشتكيتي بشكل رسمي. انت كمان شاهد وبتعرف كثير منيح كيف استغلني بالتهريب وقت اللي كانت روشان بايدهم. كم مرة بدنا نحكي؟ نحن ما مسكناه متلبس وما في دليل ضده. والدكتور؟ الدكتور اياد اللي مسك قبل ما يساوي العملية؟ قبل ما يعترف قتلوه، وما عندنا غير الممرضين حاليا، وراح يتحاكموا اكيد، بس ما بظن انهم بيعرفوا شيء عن متين، وبهالحالة ما فينا نثبت انه هو وطاهر متورطين بهالقصة. القضية انه الدكتور اشتغل مهنته واشتغل بطريقة غير قانونية. معناها لازم يحكي متين ويعترف. طبعا. إذا بدنا نحبس طاهر دوندار ومتين لازم نخليه يعترف بكل شيء. روشان لها دور كبير بالأحداث اللي عم بتصير بهالكم حلقة من العشق الأسود، وبالحلقة الجاي روشان بتروح مع عمر حتى تشوف متين بالوقت اللي ولدته لمتين حجزها حسين، وبنفس الوقت زياراتها لروشان بتكتر كمان، بتروح مع عمر حتى تزور فاتح، وهون بيهاجمها فاتح وعمر بيعصب عليه وبيضربه. أحداث جديدة منتابعها سوا بحلقة الليلة، منشوف سوا هاللمحة. في مجال نضل لحالنا شوي؟ أكيد لا. طيب رح مرق، أنا مستعد ضحي بعمري كرمال شوف هيك خمس دقايق. تعي عدي مقابيلي، تعي حبيبتي خليني شوف عيونك، خليني ضيع فيهم. تعي قربي مني بركي بنسى أني مكلبش. تعي هي اسمها قلة ذوق. كيف بدنا نحكي وانت قاعد بالنص مثل سنجاق العرض؟ بس يلا انت مالك غريب من العيلة. حلقة جديدة من العشق الأسود الليلة بعد الأخبار على الام تي في. أما نهاية الأسبوع وتحديدا سهرة الأحد، الحدث المنتظر هو إطلاق برنامج سيلبرتي دويتس بحلقته الأولى. كتار منا ناطرين هالبرنامج حتى نعيش أجواء فنية فريدة من نوعها، والمميز بها البرنامج مشاهدينا هو أنه مش بس أجواء فنية مسلية ومنوعة، إنما كمان له هدف إنساني. كل المشتركين اللي هن نجوم من عدة مجالات فنية بيختاروا جمعية خيرية بيدعموها من خلال مشاركتهم ببرنامج سيلبرتي دويتس. كونوا على الموعد نهار الأحد بعد الأخبار على الام تي في. أما هلأ رح ناخد بريك قصير، ومن بعده موعدكم مع مارك بيروتي بفقرة نيتشر.